سيداتي أنسات سادتي أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلقكم الرياضي إيهاب رجب يسعدني أن أنقل لحضراتكم الوصف التفصيلي والتعليق على لقاء السيمي فاينل الدور قبل النهائي في بطولة الأمم الأفريقية رقم 26 من الصالة المغطاة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي، والذي تجمع بين منتخب الفراعنة المنتخب المصري صاحب آخر بطولتين أفريقيا والمتأهل إلى آخر دورتين ألعاب أولمبية في مواجهة نسور قرطاج، الفراعنة في مواجهة المنتخب التونسي. وآدي اللاين أب قدام حضراتكم على الشاشة لكلا الفريقين، اللي زي ما سمعتوا مشاهدينا الأعزاء من الزميل الكابتن هيثم السعيد وضيوفه الكرام محللين قناة النادي الأهلي في الاستوديو التحليلي، الكابتن فوزي فضالي والكابتن مصطفى فاضل والكابتن محمد عبد الله، إلى الشرح والوصف التفصيلي للفريقين. وادي طاقم التحكيم اللي بيقود هذا اللقاء، الحكمين المجريين آدم بيرو وأوليفر كيس. نظرا لحساسية اللقاء طبعا وأهميته وقوته، ويعتبر هو النهائي المبكر، ونقول لحضراتكم يعني برضو ما أشبه الليلة بالبارحة، حيث في نهائي النسخة الماضية في قبل نهائي النسخة الماضية أيضا تقابلت مصر مع تونس، واستطاع المنتخب المصري في بطولة الأمم الأفريقية رقم 25 اللي أقيمت عام 2022 أيضا على نفس هذا الملعب ونفس هذه الصالة أن تفوز وتحسم اللقاء لصالحها بنتيجة 29-27. منتخبنا المصري أمام حضراتكم والصور التذكارية في قبل انطلاق المباراة بزي الأحمر، والمنتخب التونسي بالزي الأبيض. قلنا لحضراتكم على لقاءات وسمعتوا من ضيوفنا في الاستوديو التحليلي التفصيل على اللقاءات السابقة ونقاط القوة والضعف في كلا الفريقين. هندخل مع حضراتكم في أجواء اللقاء والجمهور الجميل اللي مالي الصالة واستجاب فعلا لدعوات لاعبي منتخبنا الوطني اللي طلبوا الجمهور انه يحضر في هذا اللقاء للمؤازرة والتشجيع، لان هذا الملعب مشاهدينا الاعزاء كان شاهد على اول بطولة عالم للناشئين تفوز بيها مصر، والكلام ده سنة 93 وقبل التعديل والتطوير اللي تم في الصالة الرئيسية دي اللي قدام حضراتكم. ومع ذلك حصلت مصر على البطولة بقيادة الراحل المرحوم الكابتن جمال شمس، ونجوم مصر أنا ذاك لحظات قليلة مشاهدينا الأعزاء. وهنستأنف اللقاء ونبتدي اللقاء مع حضراتكم وصافرة البداية ورمية الإرسال مع المنتخب التونسي. المنتخب التونسي بيلعب بتشكيله في الجناح اليمين الرايت وينج عصام رزيق، وبيلعب في الليفت وينج 55 غسان تومي اللي قدام حضراتكم اهو، في الباك ليفت او الليفت باك يوسف معرف، وده احد اللاعبين اللي اسمه معروف في لدى الجمهور المصري وجمهور كرة اليد لانه كان محترف في النادي الاهلي. واول اختراق واول توغل واول تصدي بقى من كاتونجا، بينجح الرايت باك الظهير الايمن اعزائي المشاهدين اللي قدام حضراتكم، يعني عمل كرة وكان طالع فيها يحيى الدرع بيحاول يقطع ويعمل دفاع ضاغط واخترق وتوغل، لكن كاتونجا أبو ياسين بيتصدى لأول التصويبات، وآدي تاني التصديات، تاني كاتونجا بيقفل وبيتابع وبيحصل الدرع على فاول ورمية حرة لمنتخبنا الوطني. يحيى خالد في الرايت باك، الدرع لعلي زين في الليفت باك. المباراة أعزائي المشاهدين ماشية بقى بكل سرعة وحماس وإثارة ما بعدها إثارة، وده اللي احنا متابعينه في اللقاء. يبقى منتخب تونس أول تصويبتين على
كريم هنداوي كاتونجا السد العالي بيتصدى بنسبة تصدي 100% حتى الآن. يحيى الدرع في نص الملعب على شماله علي زين ويروح والتقاطعات في الخط الخلفي لمنتخبنا المصري. يحيى الدرع تاني وعلي زين تاني، هيخش علي وهيحاول يصوب. دفاع قوي من مين؟ من مصباح الصانعي رقم 19، وفي إشارة لعب سلبي أهو. وآدي حوار ما بين كارلوس باستور، والحوار من خارج الخطوط أعزائي المشاهدين هيكون أسباني فرنسي. مستر كوان كارلوس باستور المدير الفني الفرنسي في مواجهة باتريك كازال المدير الفني الفرنسي. الأسباني لمصر في مواجهة الفرنسي لتونس. تاني يحيى الدرع، يحيى خالد بيصوب لأن كان في إشارة اللعب السلبي، وما زال النتيجة سلبية حتى الآن. مصباح الصنعي محاولة التوغل، وعلي زين بذكاء يحصل على أول فاول عكسي وتوصل لسيسا اللي يخش. سيسا بطريقة لذيذة ويحرز من الجناح الشمال أول فاست بريك وأول هدف في أحداث اللقاء مشاهدينا الأعزاء، وإحنا بنلعب في الدقيقة 3 من زمن وأحداث الشوط الأول. واحد مصر لا شيء تونس. حتى الآن الدفاع المصري كلا المنتخبين بيلعب بطريقة واحدة، 6-0 مقفولة بالمقابلة. الصخرة الدفاعية إبراهيم المصري، تصويبة تاني عن طريق مين؟ عن طريق يوسف معرف، لكن بره الثلاث خشبات يلمها هنداوي لعلي زين، ومنه السند اللي عن عمد يحرز تاني أهداف منتخبنا الوطني. نجم نيس نجم نادي نيم الفرنسي وأحد هدافين الدوري الفرنسي مشاهدينا الأعزاء، ونجم منتخبنا الوطني سند، بيقطع من على 6 متر ويستلم الأسيست من علي زين. الكورة ثرو كده من بين المدافعين وهم متقدمين، يحرز بيها تاني أهداف منتخبنا الوطني. تاني تقع الكورة، وكان بيحاول مين؟ عبد الحق بن صالح إنه يعمل تقطع وتمرير إلى يوسف معرف اللي جه يوسف في نص الملعب صانع ألعاب. والتقاطعاته شايفين أعزائي مشاهدينا الكرام تقاطعات الخط الخلفي، عبد الحق ليوسف بيحط الدريبلاية، لكن الصخرة مع ذا روك. ذا روك بيقول له لو أنت يوسف معرف فأنت كنت معايا في النادي وعارف أنا بعمل إيه. يوسف معرف كان أحد المحترفين اللي كانوا بيلعبوا في الدوري المصري في صفوف النادي الأهلي، وطبعا إبراهيم المصري صخرة الدفاعات الأهلوية والمصرية حافظ، وبالفعل وقفوا ومنع الكورة. وتصويبة تانية من عبد الحق بن صالح من الثبات كده، لكن بره الثلاث خشبات، ويلمها على طول المنتخب المصري. وكان رايح يحيى خالد بيحاول يخترق ما بين واحد واثنين في الدفاعات التونسية بقى، لكن كان على طول أوليفر كيس ادى صافرة وكارت أصفر للاعب رقم 90 مروان شويرف لاعب الدائرة والمدافع في مركز 3 في الدفاعات التونسية. تاني ابتدينا جمهورنا بيؤازر، كل مصر بتقول يا رب، وفعلا يحيى خالد بيخش ويلعب لسند اللي برضو بكل عمد وكل إصرار بيخش من الجناح ويوسع لنفسه ويصوب ثالث أهداف المنتخب المصري في الشباكة التونسية. وكرة من مصباح صنعي على الدايرة لمروان شويرف، لكن تقع الكرة من إيده ما يستلمهاش، ويلمها مصر تاني مع علي زين، والتاني أسيست من علي زين لكن المرة دي لإبراهيم المصري. لكن الارتداد الدفاعي القوي لمنتخب تونس عطل إبراهيم المصري ومنعه من هو يوصل الكرة إلى أحمد هشام سيسا الليفت وينج لمنتخبنا الوطني. جه يحيى الدرع في الرايت باك، وراح يحيى خالد اليايا نجم فيس بريم المجري. والتقاطعات اهي شايفين تغيير المراكز ما بين الخط الخلفي لمنتخب، وادي يحيى خالد حاول يعملها تاني لاحمد عادل على الدايره بخداع كده انه هيمرر للدرع، لكن بيلف ريست ايده وينزلها على الدايره لاحمد عادل، لكن الكوره كانت بعيده عن احمد عادل. وادي 17 اسامه حسني الرايت باك لمنتخب تونس،
لكن الدفاعات القوية من علي زين في مركز ثلاثة، هو وإبراهيم المصري الثلاثات في الدفاع المصري قافلين تماما منتصف ملعب منتخب مصر. وادي الدفاع بيعلى شوية على 9 متر عشان يمنع التصويبات، وفي نفس الوقت يمنع الخط الخلفي لمنتخب تونس. وادي فاول عكسي تاني يلمها على طول يلعبها يحيى خالد الى الدرع لعلي زين، هيروح علي وهيصوب علي لكن يتصدى بقى ويتابع احمد عادل، لكن كان فيها صفاره وفاول لصالح المنتخب التونسي. 3 مصر لا شيء. تونس حتى الان ناجح الدفاعات المصريه في منع الاختراقات والتصويبات والاهداف التونسيه. وادي اهو اسامه حسني بيقول للحكم الكوره وصلت للشباك، ويعني هدف تحتسب هدف، قال له لا انت عامل خطوه زياده وعامل 4 خطوات نتيجه الدفع، فعشان كده تاخد الفاول والرميه الحره وما تبقاش هدف لصالح المنتخب التونسي. فعلا كان ليهم حق لاعبتنا لما طالبوا الجمهور ان هو يحضر ويأذن، لان شايفين حضراتكم من بدايه نزول لاعبتنا ومنتخبنا قبل انطلاق المباراه من بدايه نزولهم، ومعاها تصويبه بقى من الخط الخلفي من اسامه حسني واول اهداف المنتخب التونسي. اعزائي المشاهدين، وادي تاني يحيى خالد لسيسا، لكن سيسا بطريقه غريبه الكره تطلع بره الثلاث خشبات بره الملعب تماما وبره المرمى. ومعلش بيحييه يحيى الدرع اهو وبيقول له هارد لك، معلش نركز بقى ونصوب. وادي باستور الاسباني بيتكلم وعلى طول كلام 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 كلام، سواء كان مع اللعيبه في ارض الملعب او مع بنك الاحتياط ودكه بدلاء منتخبنا الوطني. يوسف معرف جه في نص الملعب بيحاول يعدي من علي زين، لكن علي بيطلع ويقابل، واسامه بقى بيحاول يتوغل تاني، لكن برضو الدرع وعلي زين وابراهيم المصري الحقيقه دفاع حتى الان، يعني قلت لحضراتكم اعزائي المشاهدين. وادي يوسف معرف تصويبه من الثبات كده برست ايده من تحت المدافعين ما بيشوفهاش كريم هنداوي، وتوصل في الشباك وبيرد على طول يحيى الدرع ويخترق ويعمل فنت المروحه ويلف ايده ويتوغل ويتعمق في عمق الدفاعات التونسيه، ويحصل على رميه جزائيه وايقاف لمده دقيقتين على مين؟ على رقم 90 مروان شويرف لاعب الدائره، سند هيصوب الرميه الجزائيه، سبيشاليست الرميات الجزائيه لمنتخب مصر. سند وبيحط الكرة جميلة في الشباك التونسية في شباك الحارس رقم 94 مهدي الحرباوي. مهدي الحرباوي أعزائي المشاهدين ده مواليد 94 رقم وميلاد، وأيضا محترف في نادي بياتش الإسباني، وعلى يعني والشيء بشيء يذكر إنه شارك مع المنتخب الفرنسي للشباب اللي هو جيل 94، شارك ضمن صفوف المنتخب الفرنسي قبل ما يلتحق ويرجع تاني مع المنتخب التونسي في الفريق الأول. ثالث أهداف المنتخب التونسي سجلت أعزائي المشاهدين، وصلنا دلوقتي 4 مصر 3 تونس، وإحنا بنلعب في بداية الدقيقة 11. ويمكن برضو زي ما منتخب مصر في الجهاز الفني والإداري معاه أحد النجوم منتخبنا الوطني، وكرة تانية هايلة من يحيى خالد إلى يحيى الدرع، استلم التقدم والنقص العددي في الدفاعات التونسية نتيجة الإيقاف الدقيقتين شايفين حضراتكم، ولعب تمريرة لب كده من فوق رقم 9 من رقم 19 مصباح الصنعي، حط الكرة ليحيى خالد ليحيى الدرع من يحيى خالد اللي استلم ولم يتوانى في ايداعها الشباك التونسيه عشان تتقدم مصر 5-3 تونس. وادي خداع تاني لتاني مره، لكن كاتونجا ياسين ابو ياسين كريم هنداوي يتصدى ويلمها علي زين، توصل يحيى خالد ويروح اليايا
وبكل إصرار يحط الكرة في المرمى الخالي. أدي الإعادة، أدي تصويبة عبد الحق، عمل الخداع أنه هيعمل التقطع ويمرر ليوسف معرف، لكن تصدى يا كريم هنداوي ولمها على طول الدفاع المصري، وصلت ليحيى خالد أحرزها في الشباك الخالية الهدف السادس. 6 مصر 3 تونس. الغلبة والتقدم والتفوق والسيطرة حتى الآن لمنتخبنا الوطني. عبد الحق بن صالح، أسامة معرف في القائم والعرضة في السوكة في التمانيات على شمال كريم هنداوي، لكن يلمها الجناح اليمين عصام رزيق رقم 27 الوينج رايت للمنتخب التونسي. عبد الحق بيعمل الخداع ويخش، وبرضه في نفس المكان ولسوء حظ كريم هنداوي ترتطم في المقص في السوكة في العرضة والقائم وتخبط في ظهر كريم. اهو شايفين حضراتكم يخش ويخترق، عدى من يحيى خالد، ارتطمت في المقص ورجعت في ظهر كريم اللي بيأنب نفسه يعني وبيلوم نفسه على الكورة وبيلوم الدفاعات، لكن معلش يا كريم كاتونجا انت لها. وحتى الآن متصدي لأكثر من 4 تصويبات بنسبة عالية الحقيقة للتصديات. يمكن كنت بقول لحضراتكم مشاهدينا الكرام ان منتخبنا الوطني بيضم في جهازه برضو احد العناصر اهو اللي قدام حضراتكم، الكابتن هاني الفخراني المدرب العام. وادي كوره يستلمها احمد عادل، هكمل لحضراتكم المعلومه بس بعد ما نتكلم على الهدف الجميل اللي احرزه احمد عادل. علي زين راح على نص الملعب واحمد عادل ساب المدافع رقم 2 وعدى وهرب منه واستلم كوره علي زين وصوب واحرز الهدف السابع. واقع اللاعب رقم 96 اهو اللي قدام حضراتكم انور بن عبد الله الرايت باك. انور بن عبد الله محترف في كاظمة الكويتي مشاهدينا الكرام، واضح ان هو كان عنده اصابه في على مستوى الركبه اليمين. اهو شايفين يعني اما زقه مصباح الصنعي، هو زق احمد عادل على انور بن عبد الله، وبعدين لما راح انور مع احمد عادل، احمد عادل عكس اتجاهه جهه الشمال ولف واستلم كورة علي زين وصوب وأحرز الهدف. وواضح الألم والتألم على أنور بن عبد الله الرايت باك لمنتخب التونسي. وآدي نجومنا، كنت بقول لحضراتكم إن في المعسكر الفراعنة هناك هاني الفخراني نجم له صولات وجولات ضمن صفوف منتخبنا الوطني، وأيضا في المعسكر التونسي معسكر نسور قرطاج على بنك الاحتياط ودكة البدلاء هناك مدير الفريق وسام حمام. وسام حمام أحد اللاعبين والجيل القوي اللي كان مع المنتخب التونسي واستطاعوا أن يحصلوا على رابع العالم مع المنتخب التونسي. تاني عبد الحق ليه معرف إلى الصانع، وآدي إيقاف 2 على طول بعد الاختراق والتقاطع عن طريق اسامه حسني من الرايت باك. اهو عبد الحق استلم وجاله اسامه، عمل التقاطع وعمل خداع مع المصري، والمصري كان بيدافع عمل اهي شايفين ايد المصري راحت واصطدمت كده اصطدام خفيف في اسفل وجه كده في دقن اسامه حسني واحرز الهدف، وحصل ابراهيم المصري على الايقاف لمده 2. كده منتخب مصر سحب كريم هنداوي من المرمى ونزل لاعب عشان نكمل في الحالة الهجومية، ويبقى المرمى خالي والخطأ هيكون غالي. درع لعلي زين وتقع الكرة من ايد علي، لكن دفاع قوي من أسامة حسني على علي زين احد الطيور اللي غردت كثيرا في السماء الأوروبية والحاصل على الشامبيونز ليج. علي زين نجم منتخبنا الوطني والليفت باك لمنتخب مصر والنجم السابق لبرشلونة الأسباني والحاصل على بطولة أوروبا معاه، وأيضا نجم دينامو بوخارست
مواليد 90، علي زين 193 سنتي. استهدفنا اللقاء الدرع لعلي زين بقى، وبيعدي ويصوب ويصد حارس المرمى، ولكن يتابع الدرع يحيى ويستلم كورته تاني بالمتابعة ويخترق ويصوب ويحرز الهدف الثامن. مصباح الصنعي يخترق الصنعي، كاتونجا يهاجم المهاجم ويجبره انه يعمل بنداية تخبط جامد في الارض وتطلع من فوق العارضة، وراجع الصنعي. مصباح بيبتسم الحقيقة، يعني الليفت باك للمنتخب التونسي. لسه منتخبنا متبقي له حوالي 40 ثانية على ما يكمل الصفوف نتيجة الإيقاف الدقيقتين، وبكده برضو المرمى خالي والخطأ هيكون غالي. لسه ما شفناش سيسة غير في كرة واحدة وسند في كرة واحدة، ودي الأجنحة والخط الأمامي لمنتخبنا الوطني. لسه كله عبارة عن تقاطعات وتحركات، وآدي علي زين والاختراق والرمية الجزائية وعمل المروحة برضو، وعدى من أسامة حسني بيردها له بقى اللي عملها أسامة حسني في إبراهيم المصري، فعدى منه علي زين هو زي ما كنت بقول لحضراتكم، استغل خبراته القوية وعمل فنت المروحة ولف دراعه وصوب، لكن كان في دفاع ويستحق رمية جزائية وإيقاف. لا مفيش إيقاف، رمية جزائية فقط، ولكن سند دلوقتي بيضيع الرمية الجزائية التانية لمنتخبنا الوطني. أسامة، يوسف معرف، عبد الحق، لسه ناقصين لاعب في الحالة الدفاعية، وعبد الحق ينزل كرة على الدايرة لمين؟ للاعب رقم 90 مروان شويرف، لكن كاتونجا أبو ياسين بيطلع يقفل عليه، خليه يعمل كرة سبين ذا ريست كده، يلف ريست إيده، لكن الكرة تيجي في القائم أسفل القائم ويتابعها تاني كريم، وعلى مهله يهدأ لحد ما كمل المنتخب الوطني. منتخبنا المصري الفراعنة جاهزين فعلا لحصد بطاقة التأهل للمباراة النهائية، وزي ما كنت بقول لحضراتكم وزي ما سمعتوا في الاستوديو التحليلي إلى أكثر من معلومة من ضيوف كابتن هيثم السعيد في الاستوديو التحليلي، إن لقاءات مصر وتونس على مدار التاريخ، يمكن تاريخ بطولات أمم أفريقيا، المنتخب التونسي يمكن ما حصلش على بطولة أمم أفريقيا إلا ثلاث دول. وآدي يحيى خالد بيعمل الخداع بقى بنجاح، بيعمل فنت ويعمل تمويهة كده إنه هيباصي الكرة للسند، فخلى الجناح الوينج يجري على سند ويخش هو باختراق من زاوية واسعة جدا، وآدي كرة تاني توصل على طول بعد تصدي كاتونجا إلى من يحيى الدرع إلى سند، ويصوب سند ويحرز سند، 10 أهداف منتخبنا الوطني. أهي الكرة، التصدي من كاتونجا، يلمها سيسة إلى الدرع، ومن الدرع إلى سند، يخش سند ويصوب سند في شباك الحارس مهدي هرباوي حارس مرمى المنتخب التونسي. اللي على طول باتريك كازال الفرنسي بيطلب على طول الوقت المستقطع طبعا، لان لقى الفارق. وادي وسام حمامه هو اللي قدام حضراتكم مدير الفريق اللي كنت بقول لحضراتكم، يعني اذا كان وسام حمام حصل مع منتخب تونس على رابع العالم، فايضا هاني الفخراني حصل مع منتخب مصر على رابع العالم في فرنسا، كاس العالم في فرنسا 2001. وادي الكره اهي، والفاولات واللمحات الجماليه في الدفاعات المصريه، وادي التصويبات والتصديات والاعادات، وادي متابعه احمد عادل، لكن دي اللي كان فيها فاول. وادي حرباوي ياسين مهدي بيحمس نفسه ويحمس فرقته. قلنا لحضراتكم ان ثلاث دول فقط هي اللي حصلت على بطوله الامم وكاس افريقيا للرجال لكره اليد، بتيجي في المرتبه الاولى المنتخب التونسي ب10 القاب، ثم المنتخب المصري ب8 القاب، ثم المنتخب الجزائري ب7 القاب، وهي دي فقط الثلاث دول اللي حصلت على بطوله امم افريقيا. وتصويبه بقى من الثبات عن طريق انور بن عبد الله على شمال كاتونجا في المقص، يحرز بيها الهدف السادس،
وبتتلعب رمية الإرسال سريعة ويخش يحيى خالد ويغير مركزه ويروح الناحية العكسية ناحية الباك ليفت ما بين اثنين وتلاتة في الدفاعات التونسية العكسية، لكن كان في دفاع وصفارة وفاول ورمية حرة لمنتخب مصر. الدرع، هل هنشوف النهاردة الروتيشن اللي عودنا عليه مستر باستور ولا لا؟ الدرع هيعدي ويفوت هيصوب هيشوط، لكن معاه الدفاع التونسي القوي بيمنعه من الاختراق والتصويب. الدرع تاني، يحيى خالد ليحيى الدرع لعلي زين ليحيى خالد تاني، هيلعب لأحمد عادل، لا يلعب لسيسة ومن سيسة لعلي زين، وبيرد علي زين بقى بثباته تانية زي بتاعة أنور بن عبد الله، لكن المرة دي مش جو جو، المرة دي جو أرض، لأنها في مستوى حارس المرمى مهدي الهرباوي يتصدى لها وتطلع رمية جانب لمنتخب مصر. يحيى الدرع يحيى خالد، يخش يحيى خالد من الجناح ويصوب، لكن الزاوية مقفولة عليه ويلمها على طول المنتخب التونسي ويروح بقى مين؟ 55 غسان تومي، لكن أبو ياسين هنداوي كاتونجا يتصدى لفاست بريك وانفراد تام أهو. ياسين كريم هنداوي نجم منتخبنا الوطني ونجم حراسة مرمى مصر والسد العالي في الشباك المصرية. يحيى الدرع لخالد للدرع تاني، يحاول يعدي لكن الدفاع قوي قافل عليه تماما عن طريق 98 إسلام الجبالي وعن طريق مصباح الصنعي اللي بيدافعوا في مركز التلاتات في الدفاع التونسي. علي زين ليحيى الدرع ويلف ليحيى خالد لسند، يخش سند ويوسع سند ويحط في الزاوية الضيقة الهدف الحداشر لمنتخب مصر. الصنعي بيرد تاني على طول بعد رمية إرسال وسنترة سريعة، على طول يروح مصباح الصنعي بارتقاء وتصويبة على يمين أهي الإعادة على يمين كاتونجا في الأرض، وآدي إعادة هدف مصر بالسلسلة والضغط السريع، وتوصل الكرة في الجناح لسند يخش ويوسع ويحط فيه الزاوية الضيقة. 11 مصر 7 تونس، ما زالت السيطرة والغلبة مصرية منذ انطلاق صافرة بداية الشوط الأول. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، يحيى خالد تاني لسند تاني ويخش سند، المرة دي بينوع سند بيقول له أنا موجود وأنا تصويباتي ملهاش حدود وتوزيعات أهدافي في كل زاوية من زوايا المرمى، ويتصدى كريم هنداوي وتوصل لسند تاني ويخش سند. ثالث أهداف سند على التوالي في الشباك التونسية، أول هدف في الزاوية الضيقة على شمال الهرباوي، تاني هدف لسند من فوق دماغه في الزاوية البعيدة العليا، ثالث أهدافه وده بعد تصدي كريم هنداوي يستلمها بالفاست بريك ويروح ويحطها له من بين أقدامه الهدف الـ13، زاد الفارق إلى 6 أهداف أعزائي المشاهدين. 13 مصر 7 تونس، وتصدي ثالث رابع خامس سادس زي ما أنت عايز تقول قول، وابتدى أهو الروتيشن اللي كنت بقول لحضراتكم عليه، ابتدى أهو مستر باستور المدير الفني لمنتخبنا الوطني يعمل الروتيشن بقى، سحب احمد هشام سيسه ونزل سيف الدرع في الليفت وينج، وسحب يحيى خالد ونزل مهاب سعيد نجم نيس الفرنسي ونجم النادي الاهلي سابقا، وادي خيري كمان على الدايره، خيري على السنتر هاف وبيعمل اسيست على الدايره لاحمد عادل، لكن صفاره اهو، وادي احمد عادل بيطلب من الحكم بيقول له فيها اعاقه جامده تستوجب الرميه الجزائيه من ادم بيرو الحكم المجري، وعبد الرحمن فيصل يخترق فيصل ويتوغل، وادي يعني مش عارفين الدفاعات التونسيه اعزائي المشاهدين زي ما سمعنا، وادي باستور اهو بيجيب يحيى خالد
عشان هل هو اللي هيصوب الرمية الجزائية ولا ايه؟ ده اللي هنشوفه ونتابعه مع حضراتكم. يحيى خالد فعلا، ويخش يحيى خالد بقى بكل شياكة وكل مهارة وكل يستجمع فيها مهاراته وفنياته وخبراته الدولية الكبيرة اللي حصل عليها من احترافه الخارجي في فيسبريم المجري واشتراكاته في بطولات أوروبا والدوري المجري. وادي تاني خداع، وبيروح على طول اكرم يسري اللي نزل ولم الكوره، ومعاه هو وابراهيم المصري حاولوا يعملوا الفاست بريك، لكن ارتداد دفاعي سريع للمنتخب التونسي وعلى مهلهم خالص. منتخبنا بقى ابتدى ينظم صفوفه، بنلعب في الدقيقه 23، 14 مصر 7 تونس، دبل سكور. قلت لحضراتكم ان الروتيشن عمله مستر باستور، طلع تقريبا كل الفرقة ما عدا أحمد عادل وكريم هنداوي، لكن الأجنحة اليمين والشمال الرايت والليفت غيرهم، نزل أكرم يسري في الرايت وينج وسيف الدرع في الليفت وينج، وفي الباك الرايت باك والليفت باك نزل مهاب سعيد وعبد الرحمن فيصل نجوم النادي الأهلي ومنتخبنا الوطني، وعلى مركز صانع الألعاب والسنتر فيرويد أحمد خيري نجم النادي الأهلي ومنتخبنا الوطني. تاني كرة ايه من مهاب الى احمد عادل، لكن بيظبطها المرة دي اوليفر كيس المجري حكم لقاء اليوم. عبد الحق بن صالح اللي نزل تاني رجع لارض الملعب وبيلعب فيه الظهير الشمال الليفت باك، وغير مركزه ورجع كصانع العاب في نص الملعب، وراح مصباح الصنعي، لكن على طول بعد ما اتسع الفارق الى 7 اهداف بيطلب على طول الفرنسي باتريك كازال التايم اوت والوقت المستقطع الثاني للمنتخب التونسي في مجريات هذا الشوط. ادي اهو تعليماته وتوجيهاته لفرقته، وبنشوف ونتابع مع حضراتكم اللي بيتقال سواء كان من المنتخب التونسي او من المنتخب المصري. قلنا برضو لحضراتكم وزي ما ضيوفنا في الاستوديو التحليلي قالوا ووصلوا لحضراتكم المعلومات اللي حصلت، ان هذا الدور دور قبل النهائي او السيمي فاينال او دور الاربعه، تاهلت الاربع فرق اللي نجحت في الفوز بلقاءاتها في دور الثمانية، وهي مصر في مواجهة تونس بعد ما مصر تفوقت على منتخب أنجولا، وتونس بعد ما فازت على غينيا، ثم الجزائر بعد ما فازت على الكونغو، ثم كاب فيردي أو الرأس الأخضر بعد ما فازت على منتخب المغرب. لقاء أول لقاءات دور الأربعة والسيمي فاينل وقبل النهائي مصر وتونس، وآدي على طول منتخب تونسي وبينزل حائط الصد اللي بيمتاز بقى مهاب سعيد رايت باك لمنتخبنا الوطني ونجم نيس الفرنسي مواليد 2003. مهاب سعيد أعزائي المشاهدين 191 سنتي، بيتصدى لمين؟ بيتصدى الرقم 8 رامي الفقيه، لاعب صغير السن طويل القامة لكن بيعمل بلوك بإيد واحدة وتطلع الكرة رمية جانب وتتلعب وتتصوب تاني وتبقى هدف للمنتخب التونسي. خيري لعبده عبد الرحمن فيصل، مهاب سعيد بيطلب من المصري بقى بعد ما أدى دوره الدفاعي وجري في الهجمة المرتدة الهجوم السريع، بيرجع تاني ينزل أحمد عادل في الهجمة المنظمة على الدايرة. ادي الجمهور المصري بقى اللي الحقيقه بيؤازر ويشجع ويحمس ويحفز ويحرك الحجر، وفعلا ادي خيري على الدايره لاحمد عادل، ودفاع قوي عن طريق رامي الفقيه. لسه بقول لحضراتكم لسه نازل لاعب، وادي خيري بيعمل الخداع كده، ورامي اهو مستلم احمد عادل ونازل بيه على الارض، واستلم احمد عادل الاسيست من خيري، لكن صفارة وفاول وإيقاف لمدة دقيقتين على المنتخب التونسي. الحقيقة منظر
جميل ويفرح ويبهج الجمهور الحاضر في الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي في مجمع الصالات، صالة الرعب لكل الفرق اللي بتلعب وبتؤدي عليها. ويمكن شفنا لقاءات في غاية الإثارة والقوة. هنستأنف اللقاء مع حضراتكم. منتخب تونس كده ناقص لاعب، عنده نقص في الحالة الدفاعية، ومنتخب مصر عنده زيادة في الحالة الهجومية. منتخب تونس نتيجة الإيقاف دقيقتين على رامي الفقيه رقم 8، خيري ليحيى خالد ليحيى الدرع، يخترق الدرع ويصوب الدرع ويسجل الدرع الهدف الـ15 لمنتخب مصر. قلت لحضراتكم يمكن الجمهور اللي حاضر في هذا اللقاء مشاهدينا الأعزاء من أرض الملعب، من الصالة المغطاة، من داخل الملعب، إيه اللي بيخليه يحضر هذه اللقاءات بهذا العدد الكبير مقارنة إن دي لعبة غير كرة القدم، ولعبة تعتبر يعني من الألعاب الجماعية اللي هي زي ما بنسميها بعيد عن كرة القدم، فأي لعبة تانية ما بتاخدش كل الدعم وكل الحظ اللي بياخده كرة القدم. ومع ذلك الجمهور حاضر وعنده كل ثقته. ليه؟ لأن عنده ثقة في لاعبته وجمهوره وفرقته إنها عمرها ما بتخزله وعمرها ما بتبخل بأي نقطة عرق. وعلى طول جبالي الجبالي بيستلم التمريرة ويلف على الدايرة ويحرز الهدف التونسي في الشباك المصرية عشان تبقى النتيجة 15 مصر 9 تونس، وبنلعب في الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول. والكرة بقى توصل من يحيى الدرع ليحيى خالد لأكرم يسري في الجناح اللي ابتدى دلوقتي يركز وتبقى تصويباته بنجاح أكرم يسري ويخش ويعمل ارتقاء عالي جدا. اهي شايفين حضراتكم الإعادة، ووسع لنفسه وعادي بقى جانب من الحضور وتحية وتشجيع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأيضا حاضر في المقصورة الرئيسية مستر كابتن أو الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، فخر الرياضة المصرية العالمية، وأيضا مستر منصور أريمو، وتصويبة من السبات برضو عن طريق 96 أنور بن عبد الله يخدع بيها الدفاع ويخدع بيها كريم هنداوي ويحرز الهدف العاشر. تاني أحمد عادل وتقاطعات وتغيير مراكز، الدرع اللي نزل تاني، الدرع ومهاب سعيد، تتقطع الكرة وتقع وتوصل لخيري، لكن فيها صفارة وفيها دبل دريبل من خيري. وادي تغيير بقى في الحالة الهجومية والحالة الدفاعية، وشايفين حضراتكم اللي واقف على الخط ده كابتن نور أبو زيد مدير الفريق، بينظم عملية التغييرات اللي بتتم في الدفاع والهجوم حتى ما نتعرضش لأي إيقافات نتيجة التغيير الخاطئ. نور أبو زيد يمكن شعلة من شعل النشاط الإداري لمنتخبنا الوطني، وأيضا معاه وآدي تصويبة تاني على شمال كاتونجا عن طريق مين؟ عن طريق 96 أهو بن عبد الله أنور، ارتقاء عالي ويصوب، لكن ما كانش فيه مقابلة من الدفاعات المصرية ولا بلوك ولا حائط صد، يحرز بيها الهدف الـ11. ومعاها أول تايم أوت وقت مستقطع بيطلبه مستر باستور، خوان كارلوس باستور الأسباني، عشان مش هي يعني واضح الهدوء عليه أهو، مش زي اللقاءات الماضية، واضح أنه مركز تماما وبيطالب باللعبته لأنه شايف أن اللعيبة بتأدي على أكمل وجه منذ انطلاق اللقاء أحداث الشوط الأول حتى الآن مشاهدينا الأعزاء، سواء كان في الحالة الدفاعية أو في الحالة الهجومية. لكن هو هيدي التايم أوت دوت عشان يهدي الفرقة تحصلش أي إصابات، يطلب باللعبته زيادة تركيز وفوكس أكتر على الدفاعات بالمقابلة، إن ما يبقاش فيه أهو شايفين كان فيها تأخير سنة صغيرة، وآدي انفعال يعني الدكتور أشرف صبحي بيقول له يا عم، وهنا بيتكلم طبعا على عبد الرحمن
على او الدرع اللي كان بيدافع عبد الرحمن فيصل اللي كان اهو اللي قدام حضراتكم انه ما قابلش انور بن عبد الله، ما قابلوش يعني اتاخر لحظه صغيره ادت الفرصه لانور بن عبد الله انه يحرز الهدف ال11 في الشباك المصريه. خلاص متبقي حوالي دقيقه ونص على نهايه احداث وزمن الشوط الاول اعزائي المشاهدين مشاهدي قناه النادي الاهلي، وادي كره تانية خادعه ميست باس من احمد خيري نتيجه ان عادل كان عليه دفاع قوي، وادي الصنعي برضو بيمارس هوايته بقى وتصويباته القويه بالارتقاء العالي والتصويبه القويه على يمين كاتونجا يحرز بيها الهدف ال12 بعد ما كان الفارق 7 اهداف مشاهدينا الاعزاء، وكانت النتيجه 15-8 وصلت النتيجه 16-12 يعني الفارق بقى 4 اهداف، يعني معنى كده ان المنتخب التونسي احرز وادي محاوله اختراق من الدرع وداخل، لكن كان في دفاع على الوجه كده، وادي طاقم التحكيم وحوار جانبي عايزين نوسع الكادر كده شويه عشان نشوف، ادي اهو الدرع شايفين الايد بتاعه رامي الفقيه اهو، يمكن اللي كان حصل على ايقاف دقيقتين مع احمد عادل، شايفين ايده رايحه لوجه الدرع قبل ما تنزل على صدره وواقع، وادي ابراهيم المصري وادي الدرع اهو، وهنشوف هل هيبقى فيها VAR فيها فار لمراجعه اللعبه عشان يبقى فيها عقوبه ولا ايه، ده اللي هنشوفه مع حضراتكم في الثواني. ادي الاعاده اللي فيها كل الافاده، ادي ايده راحت لوجه الدرع الاول، ايده اليمين شايفين اعزائي المشاهدين فقيه رامي الفقيه اهو، وادي الساعه والنتيجه الدقيقه 29 و11 ثانيه، والنتيجه امام حضراتكم، ادي الدفعه والدفاع، في واحد بيزق الدرع من الخلف عن طريق اسلام الجبالي وبيقابله رامي الفقيه، ورجع طاقم التحكيم ادم بيرو واوليفر كيس بعد ما رجعوا اللعبه في الفار، وهنشوف هل هيبقى فيها ايقاف دقيقتين ولا فيها كارت احمر، ما شفناش اللعبه ما شفناش الكوره، لو غادر دكه البدلاء لا ما غادرش، يبقى هو هنا اداله ايقاف دقيقتين فقط مش كارت احمر، وهو قدام حضراتكم فعلا ادي فيه 5 لاعبين في الدفاعات التونسيه بالزي الابيض، يبقى كده في ايقاف دقيقتين فقط قدام حضراتكم لرامي فقيه، وده تاني ايقاف دقيقتين. استأنفنا اللقاء مع حضراتكم، متبقي حوالي 40 ثانيه، خيري للدرع لليايا لليايا، اوعى اليايا يخش يحيى خالد ويصوب ويسجل، اهو استلام وتقاطع واختراق وتصويبه قويه على يمين الهرباوي في الارض يحرز بيها الهدف ال 17. 15 ثانيه 10 ثواني متبقيه مشاهدينا الكرام على نهايه الشوط الاول، والجمهور المصري لم يتوانى ولم يكل او يمل، وادي الصنعي هيصوب لكن يقطعها الدفاع المصري لسيسا اللي رايح في المرمى الخالي ومعاها صافره النهايه، سيسا يسجل ويحرز لكن لم يحتسب الهدف ولا احتسب مش عارفين، هي النتيجه لحد دلوقتي 17-12، عموما صافره نهايه احداث الشوط الاول مشاهدينا الكرام بتقدم منتخبنا الوطني، وادي اهي الاعاده والكره والتصويبه اتقطعت وقعت لعبها يحيى خالد لسيسا حطها في المرمى الخالي، هل كانت انطلقت الساعه ونهايه الشوط ولا لا، ده اللي هنشوفه مع حضراتكم لما تظهر لنا النتيجه من على لوحه التسجيل او من ارض الملعب، ومعاها أعزائي المشاهدين صافرة نهاية أحداث الشوط الأول مشاهدينا الكرام، شكرا على متابعتكم معنا، ولا تذهبوا بعيدا حيث يطير الميكروفون سريعا إلى الكابتن هيثم السعيد في الاستوديو التحليلي وضيوفه الكرام،
فلا تذهبوا بعيدا على أن نلقاكم مع بداية انطلاق الشوط الثاني من هذا اللقاء اللي بنقدم فيه كل التحية لمنتخبنا الوطني ورجالة مصر وفراعنة مصر اللي ناجحين وقدروا انهم يحسموا هذا الشوط بنتيجة 17 مصر مقابل 12 تونس. ففاصل قصير والمايكروفون إلى الزميل هيثم السعيد. سيداتي أنساتي سادتي أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة النادي الأهلي، أهلا ومرحبا وعودة مع حضراتكم مع بداية انطلاق أحداث الشوط الثاني من لقاء السيمي فاينال، لقاء قبل النهائي والذي جمع ما بين المنتخب المصري ومنتخب تونس. انتهت أحداث الشوط الأول بنتيجة 17 مصر 12 تونس، وواضح أن الهدف الأخير لم يحتسب إلا أحرزه سيسا أحمد هشام في المرمى، وهذه كورة بيحاول يتابعها أحمد خيري بكل فدائية وجسارة ويترمي على كورته، لكن كان في دفاع عليه من المنتخب التونسي وتبقى صفارة ورمية حرة. تاني خيري مع الدرع مع سيسا، اللي دخل سيسا وصوب، لكن بقى ياسين بالقائد المحترف في الدوري السويدي مشاهدينا الكرام، حارس المرمى رقم 61 اللي قدام حضراتكم، يتصدى لأول تصويبات المنتخب المصري في الشوط الثاني. الدرع لخيري، لسه منتخب تونس عنده نقص لاعب، متبقي له 4 ثواني، ويحيى خالد بقى بيخش ويصوب من الثبات، واللي فات فات وخلينا في اللي جاي يا يايا. اهي من تحت من بين المدافعين، ما بيشوفهاش بالقايد الا وهي في الشباك، ويجيبها يحيى خالد الهدف ال18. بيطلب اهو مستر باستور ان الدفاع اللي بيدافع على الخط الخلفي للمنتخب التونسي انه يدافع من على 9 متر عشان يقلل التصويبات اللي اشتغل بيها منتخب تونس وهجومه في الهجمات الاخيره في الشوط الاول عن طريق مصباح الصنعي وعن طريق اسامه حسني. وادي كره على الدايره يستلمها رقم 90 اللي راجع قدام حضراتكم مروان شويرف، ويصوب ويلف ويحط الكوره في الشباك المصريه. يحيى خالد ليحيى الدرع، تاني تشكيلنا اللي ابتدينا بيه الشوط الاول مشاهدينا الكرام وابتدينا بيه اللقاء، محمد سند واحمد هشام سيسا في الجناحين، يحيى خالد وعلي زين في الباكين الظهيرين، ويحيى الدرع واحمد عادل، يحيى الدرع في السنتر هاف واحمد عادل على الدايره. الدرع في نص الملعب، يحيى الصنعي مصباح الصنعي بيقابله، يحيى خالد لعلي زين، واشاره اللعب السلبي اترفعت اهي. الدرع تاني هيحاول يخترق هيحاول يتوغل، لكن دفاع قوي من مروان شويرف، ولسه إشارة اللعب السلبي اهي لطاقم التحكيم المجري آدم. وادي كورة من يحيى خالد لسند، يخش سند ويحط الكورة برضو في الزاوية الضيقة بعد ما حرك بالقائد ياسين، اهو وسعه وخلاه ياخد خطوة كده لبرة يفتح بيها الزاوية الضيقة، وحطها له في الضيقه ارضيه يحرز بيها هدف مصري في الشباك التونسيه. 19 مصر 13 تونس، كل التحيه لرجالتنا ولولادنا اللي بيقدموا مباراه الحقيقه غايه في الروعه والروح والقوه حتى الآن وإحنا بنلعب في الدقيقة 4 من زمن الشوط الثاني مشاهدينا الأعزاء. تاني إبراهيم المصري، وآدي يحيى خالد وبن صلاح، وآدي فيه كلام أهو حوار، آدي أهو رايح المصري بيزق بيدفع كده من ظهره وعلى طول أكيد هياخد إيقاف دقيقتين، وأدي باستور بيقول له قوم لا ما فيهاش حاجة، لكن المصري بياخد إيقاف لمدة دقيقتين، وده تاني
إيقاف لإبراهيم المصري، وقع على الأرض 25 عبد الحق بن صالح أو عبد الحق بن صلاح، وكان واضح من آدم بيرو وأوليفر كيس إن هو بيقول المصري أنت بتدفعه وبتديله زقة من ظهره كده، فبتوجهه ناحية المدافع الزميل ليك، فبالتالي بيصطدم بوجهه في إيده أو في صدره أو بتاع، فتحصل له الإصابات زي ما شفنا في اللقطة الماضية. وادي على طول باتريك كازال وحديث مع نفسه كده، ونزل دلوقتي شايفين 23 أسامة الريميكي في الليفت باك، وعبد الحق بن صلاح في نص الملعب، وعلى يمينه أسامة حسني. يبقى بالأسامين بيلعبوا في الظهيرين، ويخش أسامة حسني ويحط الكورة بريست إيده برضو سبين بريست، يستغل النقص العددي في الدفاعات المصرية. أهي استلم كورته، اخترق ووسع ولف الكورة سبين بريست بريست إيده كده، أهي استلم كورة مروان شويرف وحطها بتخش بتعمل بنضاية في الأرض وتلف وتخش تتهادى في المرمى. أسامة حسني أمام علي زين، علي زين للدرع، يخش الدرع يصوب الدرع باك هاند كده من ورا ظهره، لكن دفاع قوي وصفارة وفاول ورمية حرة للمنتخب المصري. يحيى الدرع في نص الملعب، وعلى شماله علي زين اهو معاه الكرة في الليفت باك، وجاي له يحيى خالد هيروح من وراه لعلي زين، هيعدي علي ويخش علي ويصوب علي، لا ما صوبش، خد الدفعه وبيهدي ملعبه عشان يتغلب على النقص العددي، ونتيجه ان المرمى المصري خالي نتيجه الايقاف الدقيقتين. وادي اشاره اللعب السلبي. علي زين للدرع ليحيى خالد لاحمد عادل على الدايره، بيعطل احمد عادل ويوقف، حاول يوقف الكره عشان ينزل كريم، وفعلا نزل كريم ويصوب على طول المنتخب التونسي بهجمه مرتده سريعه عن طريق رقم مين؟ رزيج عصام الرايت وينج اهو استلم كورته وراح وخدها، يعني ما استسلمش للدفاع علي زين، وصوب من قدام يحيى خالد على يمين كاتونجا الهدف ال 15. الفارق بقى 4 أهداف، الشوط الأول كانت نهايته نتيجته فارق 5 أهداف 17-12، دلوقتي 19-15، ويخش يحيى خالد ويصوب يحيى خالد وهو بيدافع عليه من شويرف، لكن ولا ده إسلام الجبالي، ويحصل يحيى خالد على الرمية الجزائية. هنا هيخش مين بقى؟ علي زين في مواجهة بالقائد اهو الدقيقة 7، 19 مصر 15 تونس، علي زين وبالقائد، علي زين والريست الايد اللي من حديد يضيف هدف جديد للهجوم المصري في الشباك التونسية. شايفين كانت الإعاقة اهي، وادي الكوره بريست ايده كده خادعه، الكوره بتلاقوها مشاهدينا الكرام بتلف في الهواء بتعمل سكرو كده وهي لفه، بيخدع بيها بالقائد. تاني تونس عبد الحق يوسف معرف اللي جه وغير مركزه وجه في الرايت باك، اهو معاه الكوره يوسف رقم 22 لأسامة حسني، هيخش أسامة يحاول يخترق ويصوب ويحصل على رميه جزائيه بنالتي، رمية 7 أمتار لصالح المنتخب التونسي. واقف اللعب وراجع اهو أسامة حسني بعد ما عمل الاختراق، وكان في دفاع من عبد الرحمن فيصل من داخل الستة متر، وبيحيي نفسه ويحمسه، وادي على طول 22 يوسف معرف بيصوب ويحرز الهدف في الشباك على شمال كريم هنداوي، وتشجيع وتحميس كده وتحفيز للاعبي المنتخب التونسي من بنك الاحتياط ودكة البدلاء. الدرع ويطلع سيسا ويقطع وينزل على الدايرة ويخش الدرع ويصوب الدرع، تصويبة لا تصد ولا ترد
بقوة الدرع وعزيمة الدرع وإصرار الدرع بيحرز هدف جديد في شباك بالقائد. 21 مصر 16 تونس مشاهدينا الكرام، بنلعب في الدقيقة 8 من زمن وأحداث الشوط الثاني. يمكن الشوط الأول تونس أحرزت أول هدف وإحنا بنلعب في الدقيقة 8 مشاهدينا الأعزاء، أما دلوقتي وإحنا في الدقيقة 8 تونس أحرزت أربع أهداف. تاني تصويبة، تاني تصدي من كاتونجا توصل للجناح، يخش الجناح بنجاح ويحرز ويسجل الهدف ال18. اهي التصويبة، التصدي الاول لكاتونجا راحت للليفت وينج للجناح اللي تابع كورته ولمها واحرز منها الريميكي اسامة الهدف ال17. عفوا 21 مصر 17 تونس. علي زين ليحيى خالد لأحمد عادل، يلف عادل ويحاول يعمل خداع عادل، لكن دفاع قوي عن طريق مين؟ عن طريق أسامة حسني رقم 17 على أحمد عادل نجم النادي الأهلي ومنتخبنا الوطني. بيطلب آدم بيرو وأوليفر كيس طاقم التحكيم المجري بيطلب المسؤولين عن الصالة لمسح الأرضية عشان ما يحصلش أي تزحلق كده ولا انزلاق نتيجة العرق اللي بيجي في الأرضية، والأهم سلامة اللاعبين طبعا. وآدي كرة بقى سيسا حاول يقطع بطريقة لذيذة، سيسا استغل سرعته، استغل حماسه، استغل قوته وعمل قطع، وأكبر المدافع رقم 27 اللي قدام حضراتكم عصام رزيق ان هو اهو يشده من التيشيرت ويجذبه ارضا، يعمل له واحده نوك اوت كده، يعمل له واحده كده زي يعني لعيبه الجودو ويقلبه على الارض ويحصل على الايقاف دقيقتين للاعب رقم 27 عصام رزيق. كده منتخب مصر عنده زيادة عددية في الحالة الهجومية وتونس خمس لاعبين في الحالة الدفاعية. الدرع والتصويب، الدرع وسوء الحظ، وفي أسفل القائم اليمين بالقايد وتطلع رمية مرمى يلمها بالقايد وعلى مهله خالص، ورايح منتخب تونس طبعا بيهدي ملعبه عشان عنده نقص عددي ويهمه أن الدقيقتين تنتهي ويستكمل صفوفه. نزل دلوقتي رقم 96 انور بن عبد الله في الرايت وينج، واسامه حسني في الرايت باك، وفي نص الملعب عبد الحق بن صالح، وفي الليفت باك تصويبه تاني قويه زي ما قلت لحضراتكم. لما منتخبنا بيدي المجال للهجوم التونسي والخط الخلفي لمنتخب تونس وبيحصلش مقابله بره التسعة متر او على التسعة متر كده، فبالتالي المنتخب التونسي بيقدر انه يحرز الاهداف وبيحرزها بطريقة سهلة. وادي خيري هيلعبها للدرع تاني، ورجع في كلامه ورجع طلعهاش لسيسا، خيري تاني للدرع لسيسا، هيخش سيسا ويوسع، وفي القائم الشمال المرة دي بقى تاني يضيع المنتخب المصري، تاني تصويبة لتاني هجمة على التوالي، وما زالت النتيجة وقلل السكور وقلل الفارق، بقى ثلاث أهداف بس مشاهدينا الكرام. 21 مصر 18 تونس. وآدي مستر خوان كارلوس باستور والحوار والحديث والتوجيهات لأحمد خيري صانع ألعاب والعقل المفكر لهجمات منتخبنا الوطني. أسامة، يخش أسامة ويصوب لكن بره الثلاث خشبات تماما، يلمها كاتونجا للدرع ليحيى خالد لسيسا، يخش سيسا هيعدي سيسا ويلف، لكن اتزحلق سيسا وبيطلب من الحكم، بيطلب منه انه يقوم ويلعب ويكمل اللعبه. تاني على طول علي زين ليحيى الدرع ليحيى خالد في الرايت باك، وقطع له سيسا واستلم سيسا وصوب سيسا واحرز سيسا احمد هشام لاعب منتخبنا الوطني لاعب النادي الاهلي
والجناح الطائر السريع النفاسة يحرز الهدف الـ22 لصالح منتخب مصر. نلعب في الدقيقة 12 مشاهدينا الأعزاء، 22 مصر، 18 تونس. بيحاول تاني مين؟ وهيبقى فيها إيقاف دقيقتين، وأدي على طول بيوضح أهو أوليفر كيث، بيقول له أنت لعبت على الوجه، وهنا سيسا بيقول له لأ أنا ما لمستوش في وجهه خالص، وهنا بيديله على طول الإيقاف الدقيقتين، وأدي كاتونجا بيأكد كلام سيسا ويقول له لأ، لكن كان القرار رمية 7 أمتار اللي هيحتار في رقم 27 عصام رزيق في مواجهة كاتونجا. رزيق وكاتونجا وخداع كده لكاتونجا على مرتين، ويصوب في التالتة ويحطها على يمينه في الشباك المصرية الهدف الـ19. رجع تاني الفارق بقى 3 أهداف، زي ما قلت لحضراتكم الفارق قرب، ولو الفارق قرب أكتر من كده هيدي حماس للمنتخب التونسي وطموح وأمل إنه يقرب ويتعادل ويحصل على بطاقة التأهل للمباراة النهائية، وده اللي احنا مش عايزينه. الدرع لسيف، الدرع الأخوين الدرع، واحد في الوينج وواحد في الباك، واحد في الجناح وواحد في الظهير، سيف الدرع في الجناح ويحيى الدرع في الظهير الأيسر. يحيى الدرع لعلي زين، علي هيحاول يعدي ليحيى خالد تاني، وادي يحيى خالد لاحمد عادل، يلف احمد ويصوب ويستلم، وادي واقع احمد عادل تاني، واضح عنده شد في السمانه، ان شاء الله يكون شد مش اكتر. اهو استلم الكوره بايده الشمال ولف ودار وحط الكوره في ايده اليمين، والمره دي هنا بيتغلب على الفطره اللي عنده ان هو لاعب اشول، لكن تصويبته كانت بايده اليمين اللي حصل بيها على الرميه الجزائيه. علي زين في مواجهه بالقايد، علي زين خداع، وبرده تاني برست الايد اللي من حديد علي زين العابدين، رقم 90، مواليد 90، 193 سنتي، علي هداف من هدافين منتخبنا الوطني يمكن قبل انطلاق هذه البطولة وقبل اللقاءات الدولية الودية اللي لعبها، كان أحرز 429 هدف من 301 مباراة. علي زين والدفاع القوي على عبد الحق بن صلاح، توصل لـ33. ياسين بن سالم يقطعها الدفاع المصري، يحيى خالد لسند للدرع، الدرع يصوب الدرع ويهد الدرع ويهز الدرع كل الدفاعات التونسية والشباك التونسية، ويحرز إلى هدف الـ25 عشان يزيد الفارق تاني إلى 5 أهداف. 24 مصر، 19 تونس، بنلعب في الدقيقة 14، داخلين على منتصف الشوط الثاني مشاهدينا الأعزاء. تقع الكرة من إيد عبد الحق، يلمها تاني، وفي 3 ثواني بقى على طول ظبطها على طول آدم بيرو الحكم المجري لهذا اللقاء. يحيى خالد للدرع، علي زين، ابتدى منتخبنا الوطني مشاهدينا الأعزاء ينظم بقى ويهدي هجمته ويلعب بقى على الهجمة المنظمة ما بين الدرع وخالد اللي الحقيقة. وادي احمد عادل على الدايرة وصراع بقى ايه، وادي يحيى خالد وتصويبة من السبات برضو بدون ارتقاء، والدرع يعمل دبل تكف كده جامب برجليه الاثنين، لكن كان معاه انور، كان معاه مروان شويرف، ودفاع قوي رقم 90 اهو اللي قدام حضراتكم. وادي احمد عادل ليحيى الدرع، ويصوب الدرع ويسجل الدرع ويحرز الدرع، هدف جديد بايد من حديد يحيى الدرع. 25 مصر، 19 تونس،
قلنا الإحصائيات وقلنا المباريات وقلنا لقاءات مصر وتونس على مدار بطولة أمم أفريقيا منذ انطلاقها، يمكن اتقابلوا المنتخبين. وادي كرة تاني توصل للجناح، هنتابع بس لحضراتكم المعلومة بعد الكرة دي والتصويبة من مين. التصويبة دي كانت من 23 أسامة الرميكي، أهو اللي قدام حضراتكم يخش ويوسع ويصوب على شمال كاتونجا في الزاوية البعيدة، الهدف ال20 للمنتخب التونسي. قلنا لحضراتكم إن مصر وتونس اتقابلوا قبل كده 21 لقاء. تونس حققت الفوز في 12 مباراة مقابل 9 للمنتخب المصري. آخر لقاء اتقابل فيه مصر وتونس كان في بطولة الأمم الأفريقية رقم 25 سنة 2022 اللي أقيمت في مصر، وكان برضو في الدور قبل النهائي، واستطاعت مصر أن هي تفوز بنتيجة 29 مقابل 27 لتونس. استأنفنا اللقاء بعد ما كان بيطلب يحيى خالد مسح أرضية الملعب عشان العرق والمية اللي في الأرض عشان ما يحصلش أي إصابة. خيري لعلي زين، هيخش علي ويصوب علي ودفعة قوية، وبيقول له إن كان في دفاع من الداخل لكن بيحتسب فاول ورمية حرة للمنتخب. أهو خيري علي زين عمل خداع إنه هيصوب من الثبات لكن ارتقى، وكان في دفاع قوي عليه من مين؟ من مروان شويرف وصفارة ورمية حرة. اتلعبت على طول لخيري واتقطعت منه، وصلت إلى 96 أنور بن عبد الله اللي بيصوب، وهنداوي بقى كاتونجا. شايفين مشاهدينا الأعزاء، مشاهدي قناة النادي الأهلي، الروح الجميلة بين كلا اللاعبين وكلا المنتخبين. ادي اهي كورة من يوسف معرف إلى أنور، وادي استلمه كريم بعد ما كان طالع بيهاجم المهاجم كده في التصدي، لكن بيحضنه بكل روح رياضية وبكل أخوة وبكل عروبة، وبيعتذر له وبيحضروا بعض بكل لقاء الحقيقة جيد من الناحية الفنية ولقاء جيد من الناحية الأخلاقية، الأخلاق الرياضية الرفيعة اللي بتتميز بها الرياضة وخصوصا لعبة كرة اليد، بالرغم من إن هي لعبة بتمتاز بالعنف والقوة والسرعة، إلا إن زي ما حضراتكم شفتوا في لقطة الهدف الماضي للمنتخب التونسي. 25 مصر 21 تونس، في الدقيقة 18 أحمد خيري عايز يتعاون ما بينه عادل وخيري، وآدي على طول 96 أنور بن عبد الله بكل صرخة الحماس علي زين ليحيى خالد، هيخش يحيى خالد لكن لسه يحيى من بعد الإصابة مشاهدينا الأعزاء ما رجعش برضو إلى مستوى اليايا اللي احنا متعودينه منه، عنده أكتر من كده يحيى خالد بكتير. وآدي في إشارة اتعكست الكرة وبقت صفارة وفاول عكسي على المنتخب المصري لمروان الصنعي لعبها، عبد الحق بن صلاح، إسلام الجبالي اللي هينزل على الدايرة، ثلاثة وثلاثين ياسين بن سالم جه في الرايت باك، اهو اللي معاه الكرة وهيعمل ارتقاء ويلعب الكرة لمين؟ لمعرف يوسف، الا انه لقى الدفاع وقف له تماما فرجع تاني في الكرة، وادي ايقاف على طول للملعب وتحذير كده من اوليفر كيس وادم بيرو الى مين؟ الى رقم 23 أسامة الرميكي، بيقول له مفيش داعي للسيميليشن عشان ما تاخدش انت العقوبة. اهو كان رايح وحاول يوضح ان كأن علي زين ضربه كده في الوجه ووقع على الارض ورمى نفسه على ظهره، لكن على طول اداله تحذير قوي وعنيف من طاقم التحكيم المجري. وادي باتريك كازال يعني واضح عدم الرضا، والكرة تقع من الدفاعات التونسية، يلمها عبد الرحمن فيصل الى
سيف الدرع ويعمل ثلاث خطوات واسعه كده بقى زي بتاعه القفز الثلاثي مشاهدينا الكرام، عملها كده سيف الدرع عشان ايه؟ عشان يبعد عن الدفاع وياخده في ظهره. شايفين الاعاده من عبد الرحمن فيصل اهو، استلمها سيف، حط الدريبلايه وعمل الثلاث خطوات بطريقه واسعه زي القفز الثلاثي كده، وحط الكوره في الشباك التونسيه، الهدف ال 26. 26 مصر، 21 تونس، رجع الفارق خمس اهداف. بنلعب في الدقيقه 20 من الشوط الثاني من لقاء السيمي فاينل، اول لقاءات الدور قبل النهائي والسيمي فاينل في بطولة الأمم الأفريقية الستة وعشرين. أسامة حسني لعبد الحق بن صالح، لأسامة حسني تاني على الدايرة، يخش على طول إسلام الجبالي يستلم ويصوب ويسجل ويحرز الهدف الاثنين وعشرين. اهو الاعاده وفيها كل الافاده. نتيجه ايه؟ نتيجه ان في لاعب طلع من على الدايره من الدفاع المصري عشان يقابل، وهو كان علي زين لانه بيلعب في مركز ثلاثه الدفاعي، نتيجه طبعا ان مستر كارلوس خوان كارلوس باستور المدير الفني المصري ريح ابراهيم المصري شويه. وادي عادل بقى استلم من الشمال للشمال، من يحيى خالد بالشمال لاحمد عادل بالشمال في الشباك التونسيه على شمال حارس المرمى، يحرز بيها الهدف ال 27. رجع تاني اهو ابراهيم المصري يبتدي يستفاد منه مستر باستور في اخر 10 دقائق، عشان هو ابراهيم المصري حصل على ايقاف دقيقتين مرتين، فلو حصل على الثالثه هياخد الكارت الاحمر، وبكده يعني اخره شويه في المشاركه في الشوط الثاني. وهو بيديله توجيهات على طول خوان كارلوس باستور مع ابراهيم المصري رقم 24. وادي اليايا لاحمد عادل، دولا يستلم دولا ويسجل دولا الهدف ال 27. الجمهور ابتدى يرجع تاني فرقتنا لجو المباراه. وادي بقى الدرع، الدرع بايد من حديد يسجل ويضيف هدف جديد. 28 اسلام مصباح الصنعي، نزل محمد علي بقى دلوقتي ابتدى يديله مستر باستور. وادي يحيى الدرع يعني بيطلب ان هو كان بعد ما الكوره تصدلها محمد علي ورجع عمل متابعه عليها او في القائم، اهي تصويبه الصنعي، عمل جمب واتصدت في العارضه لمها الدرع، لكن كان في دفاع قوي عليه، فادي الدرع وعتاب من يحيى الدرع الى عصام رزيق بيقول له انا عامل الجامب على الكره والكره في استحواذي مش الكره في الهواء، فانت بتعمل الجامب ما كانش له داعي الكلام ده. وعلى طول بكل اخوه وكل روح رياضيه قاموا اللاعبين واستأنفوا اللقاء مع حضراتكم ومع فرقتهم. الجمهور المصري اللي بيحرك الحجر، الجمهور المصري. وادي الدرع تاني ليحيى خالد على مهله خالد، وبيحافظ على كورته ويحافظ على هدوءه، وصفاره وفاول ورميه حره للمنتخب المصري. لعب عادل ونزل على الدايره بين مركز واحد واثنين من ناحيه الليفت للمنتخب المصري في الدفاعات التونسيه لخيري، هيخش خيري وادي فاول عكسي. عفوا مشاهدينا الاعزاء، فاول عكسي على احمد خيري يلمها الهجوم التونسي ويروح سريع. وادي رامي الفقيه نزل تاني دلوقتي برضو في الليفت باك ولا في مركز صانع الالعاب، في مركز صانع الالعاب. لاعب يمتاز بالطول والقوه البدنيه لكن هو صغير في السن. هنشوف اسامه حسني، عبد الحق، محمد علي والتصدي، علي يا علي، الحمد لله على السلامه يا علي. محمد علي نجم نادي الزمالك سابقا ونجم الدوري الاسباني حاليا. عامل لقاءات غايه في القوه والمتعه مع الدوري الاسباني. تاني اهو تصويبه، حاول بقى المنتخب التونسي لما عجز على الاختراقات الدفاعات المصريه اللي ابتدت تنظم صفوفها وتقفل منطقه عمق
دفاعاتها في مراكز 3 و3 و2 و3 ما بين 2 و3 وما بين 3 و3 ابتدى يصوب من الثبات، لكن هيهات عندنا كريم هنداوي وعندنا محمد علي. ادي الدفاعات المصريه، سيف الدرع يقفل تماما، وادي تصويبه ثانيه ابراهيم المصري ذا روك، الصخره قافل تروح على طول لخيري للدرع، هيخش خيري ويلعبها لسيف الدرع ويخش سيف الدرع، لكن بالقائد ياسين يتصدى بقى احد لاعبين مواليد 94 في المنتخب التونسي، وقلت لحضراتكم انه كان شارك مع المنتخب الفرنسي للشباب في جيل 94، ولكن هو تونسي الاصل فشارك مع المنتخب التونسي للرجال. تايم اوت، وقت مستقطع بيطلبه المدير الفني للمنتخب والجمهور المصري اللي بيتابع ويشجع كبار وصغار، بنات واولاد، رجال ونساء، اطفال. وادي باتريك كازال المدير الفني الفرنسي للمنتخب التونسي بيدي توجيهاته لفرقته ويقول لهم على اللي مطلوب منهم في الدقائق المتبقية من زمن وأحداث الشوط الثاني والمباراة. وآدي أهي بنلعب في الدقيقة 24 و10 ثواني أو 19 ثانية من زمن وأحداث الشوط الثاني والمباراة، وداخلين على المنحنى والمنعطف الأخير من هذا اللقاء مشاهدينا الكرام، لقاء لا يقبل القسم على 2، لقاء الفائز به يضع قدميه في المباراة النهائية. وانتهى الوقت المستقطع واستأنفنا اللقاء، 28 مصر 23 تونس، 24 دقيقة و30 ثانية، متبقي حوالي 5 دقائق ونص. وادي تصويبة بره الملعب وتبقى رمية مرمى بره الثلاث خشبات، وادي اهو من بره محمد ممدوح بيطلب من الفرقة الهدوء، وادي باستور بيتكلم مع الحكم وبيقول له أنا شايف وأنا مهدي، وآدي الكرة هي اللي فيها الإعادة، إنه كان بيكمل بإيده بعد التصويبة. وآدي كازال بيطالب لعيبه إن هو يروح من بين واحد واثنين في الحالة الدفاعية أو السنتر فيرود، إنه يقف في الحتة اللي هو واقف فيها رقم 90 أهو قدام حضراتكم مروان شويرف. تصويبة تاني، محمد علي والتصدي، سند ومتابعة الكورة والهدوء اللي هيسبق العاصفة في الهجمة القادمة. أهو خلاص كده دخلنا في المنحنى والمنعطف الأخير، متبقي أقل من 5 دقائق، 4 دقائق و50 ثانية تقريبا. محمد علي يستحق تشجيع وتحية كريم هنداوي ومحمد إمام المحلل الأداء لمنتخبنا الوطني. يحيى خالد لخيري وتقع الكرة من إيد خيري، لكن دفاع من الصنعي وصفارة وفاول ورمية حرة للمنتخب المصري. أحمد عادل لعب الفاول لخيري للدرع، وخيري يخش ويصوب، نزل دلوقتي 94 حرباوي يتصدى ويمنع الكرة وتبقى رمية مرمى. ابتدى مصر اهو زي ما حضراتكم شايفين يبتدي يقابل من على 9 متر او من على 10 متر ما بين علي زين اهي وسيف الدرع ويحيى خالد، بيقابله من على 9 متر. وادي المصري تحت على الدايره، معاه مين؟ معاه مروان شويرف لاعب الدايره رقم 90 اهو. اسامه ليوسف معرف اللي جه في نص الملعب كصانع العاب، وعبد الحق بن صالح هو. وادي عطل الكوره طبعا بذكاء كده أسامة عبد الحق بن صالح عشان ما تبقاش هجمة مرتدة وفاست بريك لمنتخب مصر. سيف الدرع اللي بيلعب دلوقتي في الظهير الأيسر ليفت باك، يحيى خالد على مهله خالص وبيهدي ملعبه، ونزل سند في الجناح اليمين وسيسة في الجناح الشمال، ويحيى الدرع في نص الملعب صانع ألعاب سنتر هاف منتخبنا الوطني. أحمد عادل
ليحيى خالد، لسيف الدرع، ليحيى خالد هيصوب. هي بقى الارتقاءات وهي بقى التصويبات وهي قذائف الأهداف، الجو جو والجو أرض من قاذفة أهداف منتخبنا الوطني يحيى خالد يايا نجم الفيس بريم المجري، يحرز الهدف 29 في الشباك التونسية. تاني تصويبة من الثبات عن طريق يوسف معرف في التقاء القائم والعارضة في السوكة في التمانيات في المقصات على شمال محمد علي، يتابعها المصري ويلمها على طول منتخبنا الوطني اللي على مهله تماما. خلاص نقدر نقول كده ان منتخبنا اهو ابتدى، ادي اهي المتابعه من سيف للمصري، وهدى اللعب ووقف الكره وعطل الهجمه يوسف معرف، ومتبقي اقل من دقيقتين. سيف الدرع اخترق وتوغل تعمق وتصوب وشاط كوره قويه في الشباك التونسيه، الهدف 30. على الدايره محمد علي بيهاجم بقى درمول، لكن ايه محمد علي قفل على طول، الا ان اسامه الرميكي رقم 23 ولا بن صالح، وادي الابتسامه والسعاده والفرحه على وجوه لاعبه منتخبنا الوطني بيحرز بيها رقم 96 انور بن عبد الله الهدف ال 24 لمنتخب تونس. مهاب سعيد، علي زين، لسيسة في الجناح، علي زين لمهاب بقى يصوب وحائط صد بلوك، لكن تبقى رمية جانب للمنتخب المصري وإشارة اللعب السلبي مرفوعة. وآدي تحية من هاني الفخراني لإخوان كارلوس باستور، وتحية من خوان كارلوس باستور لكل لاعبي وجهاز منتخبنا الوطني على الأداء اللي وصلوا بيه النهاردة، وتصويبة واختراق كده بين واحد واثنين بين إبراهيم المصري وبين سيسا. وأدي إبراهيم المصري بيقول له أنا ما لمستوش، أنا سبته خالص ووقفت، قال له معلش معلش، لكن هي الكرة اتحسبت في الآخر رمية جزائية لصالح أسامة حسني أهو اللي كان داخل واخترق وبره الثلاث خشبات، لكن رمية جزائية. 29 دقيقة 18 ثانية، 30 مصر، 24 تونس، ورمية السبعة أمتار. محمد علي في مواجهة عصام رزيق، بيحرز عصام الهدف 25 لصالح المنتخب التونسي. عايزين نشوف الوقت المتبقي قد إيه من أرض الملعب، وآدي الجمهور أهو، ويحيى الدرع بيطالب من كل الجمهور اللي حاضر في الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي التشجيع، لأن الوقت مش شايفينه على الشاشة أهو. 29 دقيقة 51 ثانية حاليا، وآدي تصويبة وهدف رقم 31 لصالح منتخب مصر. مبروك مصر الفوز و التأهل إلى المباراة النهائية مشاهدينا الكرام، ومبروك لكل الجمهور المصري ومحبين كرة اليد المصرية الحاضرين في مدرجات هذا الملعب، وشكرا لحضراتكم على متابعتكم معنا مشاهدينا الكرام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في المباراة والمباريات القادمة، ومبارك لمنتخبنا الوطني بكل روح وبكل قوة وبكل إصرار على هذا الأداء المشرف اللي شفناه مع حضراتكم في هذا اللقاء. شكرا لحضراتكم مشاهدينا مشاهدي قناة النادي الأهلي لمتابعتكم معنا، على أمل اللقاء بكم في لقاءات قادمة، وكان معكم معلقكم الرياضي إيهاب رجب، ويطير الميكروفون إلى الزميل هيثم السعيد.